السلام عليكم الاخوان وتحيه للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. احنا اليوم الحمد لله تنتواجدوا في كافي الناخيل في عينيطي، واليوم ان شاء الله بغينا نتفرجوا في المنتخب الوطني، وتنتمنوا ان شاء الله تكون شي نتيجه زوينه ويكون كل شيء فرحان ويكون كل شيء على ما يرون الحمد لله. وتنتمنوا العموته يجيب لنا الكاس ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتنتمنوا يفوزوا ما يخليوش هذوك يضحكوا عنا، وتنتمنوا ان شاء الله حنا راه ما تنبغيش نسبقوا الفرح بليله، واخا تيهضروا هما شي هضره في الفيسبوك ولا انستغرام وتيك توك، حنا ما قدرناش نجاوبوهم، حنا تنقولوا النتيجه عاد تنهضروا حنايا. المهم الهضره مع النتيجه ان شاء الله الرحمن الرحيم. النتيجه خويا ان شاء الله بغينا نعطيهم شي 3-0 طفيل، هادشي اللي كاين 3-0 اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم، حيت هما تيهضروا بزاف، حنا ما هضرناش، حنا حتى شي واحد ما خرج بشي بلوك في فيسبوك ولا تيك توك ولا داك الشيء، حيت هما انا مقابل هاد اليامات الفيسبوك والتيك توك تيهضروا بزاف، وحنا راه حتى شي واحد كل شيء ديال الفيديوهات ومبلوكوهم عنده، ما غاديش نطلقوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم، تنشوفوا النتيجه عاد نشوفوا الفرحه ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. واليوم جايين اخويا نتواجدوا في كافي الناخيل هنايا في عينيطي، وشوف شحال الجماهير الحمد لله، وجاي الناس فرحانه وهذاك الشيء، وشكرا للقناه ديال الاشواق حتى هي سندتنا. بالنسبه للنتيجه ان شاء الله المغرب اللي غادي يربح، انا تنقول 2-0 ان شاء الله باذن الله. شنو اللي مخليك متيقن في النتيجه؟ بالنسبه للتشكيله المغربيه تشكيله زوينه وكيلعبوا الكره بطبيعه الحال، يعني تشكيله في المستوى، وهذا هو التوقعات اللي خلاتني نقول بان راه غادي يربحوا ان شاء الله ب2-0 ان شاء الله. وبالنسبه للجزائريين هما خوتنا ويقولوا هما اللي بغاو، حنا كننتظروا النتيجه ديالنا وديال المنتخب ديالنا، وبالنسبه لهم راه من حقهم يقولوا حتى هما غيربحوا حتى هما غي، بطبيعه الحال هذه مساله واضحه، كل واحد كيدافع على البلد ديالو على المنتخب ديالو. طبيعه الحال المغاربه كلهم تيفرحوا ملي تيربح المنتخب وتيحزنوا ملي تيخسر المنتخب، هذه مساله واضحه. هادشي اللي عطا الله. واللاعبين كنشكرهم من قبل ما يدخلوا المباراه ان شاء الله، وكنتمنى لهم التوفيق باذن الله، ورحنا معاهم ديما ان شاء الله. خويا شنو نقول لك؟ هذا الماتش بيكون فيه واحد شويه ديال التنافسيه ما بين الفريقين، حيت المنتخب الوطني ديالنا تيتوفر على لاعبين في المستوى الجيد، ولكن المنتخب الجزائري تا هو تيتوفر على منتخب قوي، وانا بيكون ماتش شنو نقول لك؟ ماتش قوي بيكون ما بين الطرفين، تنتمناو يدوز لقاء قوي ما بين الطرفين، حنا راه خاوه واللي ربح الكره هي اللي رابحه، وبغينا نعيشوا واحد الجو عائلي في هذا اللقاء هذا، ماشي تكونش كلام غير لائق ويكون سبان وداك الشيء، بغينا يدوز لقاء اخوي خاوه المغاربه خوت والجزائر خوت وكلنا خوت. واش من نقول لك واحد الناحيه تنعاوتاني نقول لك هذا الماتش بيكون نعطيك كانت التوقعات ديالي 3-1 3-2، حيت هو ماتش بيكون قوي واخا بيكونوا فيه البيوتا، حيت اللقاء بيتفتح اول هدف الا وبيكونوا البيوتا ان شاء الله، وتنتمناو يكون لقاء قوي ما بين الاخوين الشقيقين الجزائر والمغرب، وحنا راه خاوه عاش الملك ملك ديالنا ديال المغرب عاش محمد السادس. مقابل تنعرفوا مقابلات ديال التربيه ديال شمال افريقيا دائما ما تتعرفش النتيجه لمن بتقول، لا وخاصه بين مقابله المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري، على اعتبار انهما افضل منتخبين على الصعيد القاري، ونتمنوا المقابلة تدوز في روح رياضية بين الشعبين الشقيقين، واللي كان مركز ذهنيا هو اللي غادي يفوز، واللي كان الأفضل هو اللي غادي يفوز، وتتبقى مقابلة كرة القدم. الشعب الجزائري والشعب المغربي إخوة دائما، هذه مباراة في كرة القدم، سواء فاز المنتخب الجزائري أو المنتخب المغربي فالكرة العربية هي الرابح الأكبر. ومن جهتي انا اتمنى فوز المنتخب المغربي، كون اننا لنا منتخب من ارتساماتي انا انه اتمنى الفوز للمنتخب المغربي، على اعتبار انه من خلال مشاهدتنا للمباريات الدوري للاطار الوطني الحسين عموته ابان بانه اطار من العيار الثقيل،
وله قراءات، كل مقابلة على حدة، ومدرب محترف بمعنى الكلمة، ويعرف كيف يوظف اللاعبين. ونتمنى الفوز اليوم للمنتخب المغربي، وشكرا جزيلا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.